وفي تصريح خاص لمركز الأخبار قال سعادة النائب ممدوح الصالح عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، قال إن من أهم الأساسيات لوصول مملكة البحرين لرئاسة البرلمان العربي هي الدبلوماسية البرلمانية المتزنة. أحد أهم الأساسيات في هذا الإنجاز الحقيقة المبارك يأتي بفضل التطور الكبير للدبلوماسية البرلمانية البحرينية نتيجة انتهاج أفضل الممارسات النيابية وتراكم التجربة والخبرات، وهذا يأتي في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى والمشروع الإصلاحي الرائد. وإن الجلسة الأولى من الدور الأول للفصل التشريعي الثالث حقيقة اليوم أشادوا أخواني معالي النواب البرلمان أعضاء البرلمان العربي برئاسة سعادة النائب عادل عسومي بدعم وجهود جلالة الملك أهل البلاد المفدى في تطوير العمل البرلماني والعربي المشترك في سبيل يعني تعزيز التشريعات العربية التي تسهم بلا شك في تقوية الروابط واللحمة العربية المشتركة، وهو حقيقة ما يعكس حرصنا في مجلس النواب البحريني برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل على تنفيذ توجيهات حضرة صاحب الجلالة وبما يصف في مصلحة الوطن والمواطنين. وأحب أن أؤكد على مواصلة هذه الجهود في بناء علاقات برلمانية أخوية قائمة على أسس متينة.